السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة رؤية تبين أن الملك سلمان وولي عهده هم أعداء أمة الإسلام بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية على ذمة الرأي. أحباب الله، أحد الأحبة قال: من 6 سنوات كنت أدعي أن أرى الرسول، وبدعا أقول: اللهم أرني نبينا محمد ويعلمني الحق، إني لا أعلم. أنا من سوريا، وبعد فترة رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا راكع باتجاهه، وأمامي قدر ماء صافي، والرسول صلى الله عليه وسلم لابس لباس القتال الأسود، والصحابة على يمينه ويساره، وقال لي: أعداء الأمة الإسلامية هم قوم الزير سالم. وفجأة غاب الصحابة وبقي فقط على يمين النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وراء النبي صلى الله عليه وسلم وعلي خيام خضراء، وانتهت الرؤية. إذا ممكن أن تفسر أحباب الله، يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم شو يقول؟ أعداء الأمة الإسلامية هم قوم الزير سالم. الزير سالم وين كان ساكن؟ في نجد. وآل سعود من وين؟ من نجد. إذن أعداء أمة الإسلام آل سعود. الملك سلمان وابنه هم أعداء أمة الإسلام، وهاي على من قول الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام على ذمة الرأي، والله أعلى وأعلم. يعني أحباب الله، هذا الرأي من سوريا، وشاف الرؤيا أنه دعا الله يبين له النبي صلى الله عليه وسلم، فظهر النبي صلى الله عليه وسلم، استجاب الله دعوة الرجل، وشاف أنه الرسول حكى له أعداء أمة الإسلام الزير سالم، وإحنا عارفين الزير سالم من نجد. إذا مين آل سعود؟ من وين؟ من نجد. فهذا يدل على أن آل سعود هم أعداء الأمة الإسلامية، والله أعلى وأعلم. الله يجعل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.